تعالوا مع بعض نشوف الوصفة الأولانية النهاردة مقاديرها إيه. مقاديرها على فكرة بسيطة وسهلة، يمكن الحاجة الوحيدة بس اللي ممكن تبقى مش متواجدة عندنا في التلاجة هو الرانش صوص. عندنا جبنة بارميجان كمان لو مش متاحة ممكن نحط بدلها جبنة رومي ونفرمها كويس في الكبة عشان تبقى بالقوام ده. خلاص عندنا بيكن، بيكن بنقطعه مربعات أو روز بيف على حسب المتاح، بس تجيبوه بيف يعني عشان احنا عاملين فراخ. عندنا كمان مكرونة، أي نوع مكرونة انتوا عايزينه، احنا هنا جايبين مكرونة الفرن، زبدة، توم، بودرة توم، بهارات، كمان بابريكا وجبنة موتزاريلا، الرانش صوص، عندنا كريمة، عندنا صدور فراخ زي ما هي كده اللي هي السميكة، عندنا كمان توم ومكعبات من الطماطم والريحان والبقدونس. التوم النهارده اللي احنا كنا بنعمله بقالنا فتره اللي هو حط توم معاه زيت زيتون وروزميري ومدخله الفرن لحد ما بقى بالطريقه دي عشان يديني المعجون بتاع التوم، بيبقى طري جدا وفي نفس الوقت الطعم بتاعه بيبقى حلو قوي. طيب هسخن الطاسه كويس جدا اهي، هي اصلا سخنت قوي، وهجيب الفراخ هحط عليها معلقتين زيت الاول عشان تديني كده لون حلو، خلاص زي ما هي كده. غسلها كويس جدا، دقيق وميه وملح وليمون وخل، فلفل اسود، ملح، بهارات، بابريكا، بابريكا عادية أو مدخنة المتاحة، بودرة توم. خلاص هنا بقى اللي هعمل الصوص بتاعي، الكريمة لقيتها بس ايه، الكريمة هحط معاها مع الكريمة مكعبين زبدة، البارميجان او الرومي زي ما هو ايه، الجبنة الموتزاريلا، هقلبهم كويس قوي. خلاص ولما تبتدي تتقل هحط ايه، الثوم، ممكن احطه من دلوقتي. بصوا طري ازاي، بصوا اهو، بصوا عامل ازاي، مش قادره احكي لكم على الطعم اللي هيبقى جوه الصوص ده. نهرس بس الثوم كده كويس قوي بس، واحطه على نار هاديه لحد ما الجبن كلها تسيح وتدوب جوه الصوص الابيض ده، مع حبه البقدونس، حبه الريحان، ونبتدي نحط كده. يعني فصين توم كفايه قوي، ونقلب كويس قوي قوي عشان ده الايه، هيبقى زي الدريسنج البارد اللي هيتحط مع الفراخ. طيب وهي بتستوي هحط لها يا اما معلقه ميه، او بما ان في كريمه هحط لها معلقه كريمه صغيره قوي اهي، حتى مش هتبان بعد لما تتبخر يعني، ماشي، وهغطيها. بصوا بقى الصوص اللي اتبقى من الفراخ اهو، تقليبه سريعه خلاص، مع حبة كريمة، الكب كيك اهو يا كارمن، دي المكرونة. خلاص هنعمل ايه في نفس دي كده عقبال ما نطلع فاصل، هحط البيكن مع مكعبين زبدة، هجيب الصوص الجميل ده قوي 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 ده اللي هو كان جبنة بارميجان مع كريمة مع موتزاريلا مع بودرة ثوم، وهحط اهو الرانش صوص اهو
بس مش هو اوريدي خلاص كده هو سخن ماشي مع الثوم المشوي، وهحطه كده على المكرونه خلاص اهو زي ما انتم شايفين، وهحط الفراخ اللي انا مقطعاها. بصوا بصوا اصلا طريه ازاي، ومش قادره احكي لكم بقى على طعمتها مع اننا احنا ما تبلناهاش، بس هي طعمه جدا. انا تبلتها اصلا جوه وهي بتستوي. هجيب البيكن بقى الجميل ده قوي قوي اللي شوحته مع الزبده خلاص، واحطه كده كده اهو اوكي كله مع بعضه. هنجيب بقى الطماطم والريحان الساقع بقى ها كده بس،